لماذا اخترت الأهلي الطرابلسي؟ تحدثت بأنه نادي كبير صاحب بطولات صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة فنيا، طيب. أين المكاسب الفنية التي يراها محمد أبو زريق مناسبة في هذا الاحتراف؟ إيش؟ كمل جوابك كابتن، كنت تتحدث آخر شيء عن العامل البدني، كنت تتحدث فنيا. تمام، أكيد حلو اللاعب إنه الكرة الإفريقية شوي تمتاز بالرتم العالي وتمتاز بالقوة البدنية. نعم. حلو اللاعب يكسب الأمور هذه الكروية، وإنه الكرة الإفريقية شوي بعد تريد على أساس للاحتراف في أوروبا إن شاء الله. ومنها يعني تقدر ان شاء الله يعني يكون لك وضعها تمام، تقدر تحترف افضل الانديه في الدوريات الثانيه. نعم. ان شاء الله يا كابتن بنشوفك، والهدف اللي بتسعى له تحققه هو تنتقل ونشوفك في احد الدوريات الاوروبيه الكبيره وانت تستحق.